السلام عليكم. صبار مهدي انجينيور هيدروليسيان او نيفو ديال مكناس و ريبريزونتون تاع واحد الشريحه كبيره او نيفو ديال مكناس. كان مفتخر بلي كاين واحد المؤسسه تصوبت هنا من عند واحد الاستاذ الحفيظي سميتها القصر الابيض الذهبي، وتبارك الله عليها مؤسسه جايه في منطقه اللي غادي تعمر بالسكان ان شاء الله، وكاتبين هذه اللي غادي تدفع حتى للساكنه ديال مكناس انها تجي لهذه المنطقه. غادي يفتخروا بلي راه كاين ديجا منشاه اجتماعيه، نتمنى يكونوا منشاه اجتماعيه اخرى زياده على هذه المنشاه اللي فيها مجموعه ديال بلايص، زياده على ان ان كافي ان ريستو انه فيها بلايص فين يلعبوا الناس، وفيها واحد المناطق حتى عائليه، وعندها واحد رونق جميل صراحه. انا من مكناس وكنعرف المركبات ديال مكناس، وتبارك الله عليها مؤسسه اللي جميله صراحه، وحتى المؤسس ديالها مولاها سي حفيظي تبارك الله عليه، السيد اللي معروف في المدينه ديال مكناس في الاعمال الخيريه، اعمال اجتماعيه زياده على الاعمال ديالو الشخصيه، تبارك الله عليه زعما قايم داكشي من طراز رافع. وكنشكروا الاذاعه اللي عطاتنا هاد لوكازيون باش نقولوا بعدا التصريح.